تعال بقى نشتغل مع بعض شوية جرامر عشان نتأكد ان انت بتعرف تكون سؤال او اجابة بشكل صحيح. خدنا قبل كده where وبتقول where is عشان تسأل عن مفرد او حاجة singular، بتقول where is your حاجة بتاعتك، انت تسأل شخص عن حاجة بتاعته هو، فهتقول له where is your phone، where is your phone، فهيجاوب يقول it's in the bag، it's in the bag أو it's on the table بالشكل ده. أما بقى لو بتسأله عن، هو نفس الشخص بس بتسأله عن حاجة ولد تاني، فهتقول له where is his pen، where is his pen، يعني فين القلم بتاعه، فهيقول لك it's on the table بنفس الشكل وبنفس الطريقة. نفس الحكاية برضو لو بتسأل عن بنت، فبتقول له where is her purse، where is her purse، يعني فين حقيبة اليد بتاعتها، where is her purse، فيقول لك it's مثلا in the bag أو it's on the bed وهكذا. أما بقى لو بتسأل عن مكان حاجات كتير plural، فهتقول where are، فهتقول مثلا where are your pens، where are your pens، يعني فين الأقلام بتاعتك، where are your pens، ممكن where are your books، فين الكتب بتاعتك، where are your books، فهيقول there they are، they are next to the window، they are next to the window وهكذا. أما بقى لو بتسأل عن حاجة، عايز تسأل مثلا هي ايه البتاعة دي، ايه ده، ايه الحاجات دي، ففي الحالة دي هتقول what's this، this بتشاور على حاجة قريبة، this بتستخدم عشان تشاور على الحاجات القريبة، فتقول what's this، what's this، هو ايه البتاع ده، فيقول لك it's a notebook، it's a pen، it's a phone. نفس الحكاية لو بتسأل عن حاجة بعيدة هتقول that، فهتقول what's that، what's that، فهيقول لك it's a book، it's a pen، it's a bin bag وهكذا. أما بقى لو بتسأل عن حاجات كتير هتقول what are، what are، ولو بتشاور على حاجات قريبة كتير هتقول what are these، what are these، هما ايه الحاجات دول، what are these، فهيجاوب يقول لك they are كذا كذا. نفس الحكاية لو بتشاور بقى على حاجات كتيرة بس بعيدة هتقول what are those، what are those، هما ايه دول، فهيقول لك they are boxes، they are books وهكذا. اما بقى لو بتسأل عن حاجة عايز تقول له هي دي كذا، هي الحاجة دي كذا، فهتقول is that او is this، is this لو بتشاور على حاجة قريبة هتقول is this، for example مثلا is this your phone، هو ده التليفون بتاعك، is this your phone، او لو حاجة بعيدة هتقول is that، is that your pen، is that your book، فيقول لك yes it is، yes it is لو هو بيجاوب ايوه، او هيقول لك no it isn't لو الحاجة دي مش بتاعته او السؤال ده مش صح. نفس الحكاية لو بتجاوب او بتسأل عن حاجات كتير هتقول are these your books، فهيقول لك yes they are، او هيقول لك no they aren't. نفس الحكاية لو بتسأل عن حاجات بس بعيدة هتقول are those your books، فيقول لك no they aren't او yes they are. اخر حاجة معانا النهاردة هو الكوت، والكوت بتاع النهاردة بيقول لك don't make it hard on yourself، live it، don't make it hard on yourself، لما to make something hard معناها انك انت تصعب حاجة على نفسك، don't make it hard on yourself يعني ما تصعبهاش على نفسك، وهنا بيتكلم عن الحياة، don't make it hard on yourself، live it يعني عيش الحياة وما تصعبهاش على نفسك. وبس وكده اكون خلصت حلقة النهاردة، اتمنى تكون استفدت منها، متنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناة وتتابع كل الفيديوهات القديمة وكمان تشوف الفيديوهات الجديدة عشان تتعلم انجليزي معانا في الكورس الكمبليتو خطوة بخطوة من الصفر. انا اسمي احمد حسن وعارف ان ساعدك تتعلم انجليزي خطوة بخطوة من الصفر.